فعلا ذكاء نادر. وهذا الأسلوب في التفكير الموسيقي ودمجه مع الذكاء أوصلني إلى حل لمعضلة قديمة هي قصيدة يا جارة الوادي التي لحنها الأستاذ عبد الوهاب وغناها في نهاية العشرينات. هذه القصيدة يبتدئ اللحن فيها على مقام البيات في منطقة صوتية متوسطة، ثم يتصاعد مع تنوع المقامات كما هو مألوف، ولكن في الختام يعود اللحن إلى مقام البيات وعلى منطقة صوتية أخفض من البداية بثلاثة أصوات موسيقية. وهنا اعتبر هذا تجديدا، لأن التقاليد تقول يجب أن يبتدئ الملحن وينتهي بالمقام الذي ابتدأ منه وفي المنطقة الصوتية ذاتها، ولكن الآن أنا أستطيع أن أقول أن هذا كان تجديدا ولكنه كان ذكاء أيضا. ندقق في البداية مع يا جارة الوادي. يا جارة الوادي طربت وعدني ما يشبه الأحلام من ذكراك. وبعد هذه البداية في منطقة الأصوات المتوسطة وعلى مقام البيات يتصاعد اللحن لإبراز جمال صوت الأستاذ عبد الوهاب. لا ما أدري ما ويصل اللحن إلى أحد مواقعه والأداء إلى أجمل ما فيه عندما تتعطل لغة الكلام، فيعبر اللحن في تصاعده عن لحظة تعطل لغة الكلام. وتعطلت لغة الكلام وياتي تخافض اللحن على مقام البيات لإنهاء القصيدة، ولكن في موقع صوتي مختلف، وبسرعة يمر عليه الأستاذ عبد الوهاب دون تأكيد في هذه المنطقة الصوتية. لا أمسي من عمر الزمان ولا غد جمع الزمان فكان يوم رضاك. لفهم ما جرى سأقوم الآن بأداء على آلة القانون لتسلسل المقامات في هذا العمل، وعندما سأضطر فعلا بعد أن أبتدئ للعودة أن أغير في عرب القانون، لأن مقام البيات لم يعد في موقع البداية وإنما أصبح في موقع آخر، ولكن الأستاذ عبد الوهاب بهذا الأسلوب زاد من مساحة القصيدة ثلاثة أصوات مر بها مرور الكرام.